كيف نوفق بين حديث لن يدخل أحدكم الجنة عمله وبين الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ لن يدخل أحدكم عمله الجنة استحقاقا، يعني لو أردنا أن نزين بالميزان هل عملي أستحق به دخول الجنة؟ الجواب لا، لأنه ما بيساوي نعم الله اللي الله أعطاني، وما بيساوي الله يغفر لي الأخطاء والذنوب التي أذنبتها وأسأتها، لكن رحمة الله تدفعني. فلن يدخل أحدكم عمله الجنة استحقاقا، أما ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قضاء وقدرا، الله قدر إذا عملتم سأدخلكم، بس سأدخلكم برحمتي مش بعملكم، بس بتكون تعملوا، والله أعلم.